أصل السبب مني أنا بالوادي جريت والعود النبت مني أنا بنار كويت أصل السبب مني أنا بالوادي جريت والعود النبت مني أنا نار كويت بيكفي هالجرح تجري من حق المقهور يصيح سامير، شو رأيك تروح أنت وأختك لعند أبوك على البيت وتفتحوا معه الموضوع؟ الموضوع اللي حكيتي فيه؟ أمي بلالك يا، خلينا مثل ما نحن أحسن. أحسن تكونوا أنتوا بقرنة وأبوكن بقرنة؟ نحن تعودنا وأنت بكرة حتتعودي. معقول يكون هذا رأيك؟ الأحسن ما ترجعوا لبعض لأنكم رح ترجعوا تعلقوا من أول وجديد. لا ما رح نعلق، لأني حطيت خطة بدي أمشي فيها مع أبوكم بدون ما ينزعج مني ولو هالقد، وإذا سمعتوا صواتنا ما بكون أنا رجاء. أمي ما حيمشي الحال، خلينا نحن ثلاثة مع بعضنا أحسن. معناتها في قصة؟ قصة؟ طبعا، عواد ما تسعى أنت وأختك لترجعونا لبعض بتقلي نضل مثل ما نحنا؟ ماما مشانك. مشاني؟ بابا ما رح يقبل ترجعوا لبعض. معناتها عرضتوا عليه الموضوع. لا يا ماما يا حبيبتي، بس انا بعرف بابا مثل ما بتعرفي. انا بعرفه اكثر منك ومن اختك، انا الحق علي. لو فهمته من الاول وراعيته ما كان، بس هلا الوضع رح يختلف. اتصلنا بعاد عن بعض، اكيد هلا بيكون هدي مثلي وصفية نفسه. ما صفي شيء. سامير، يا بتقلي شو مخبي علي يا بغضب عليك وما بقعد بحكي معك ولا معك. احكي لينا، أكيد أنتوا الاثنين بتعرفوا نفس الشيء. أنا ما بعرف شيء. سامر. يا ماما. شوف، إذا ما بتحكي هلأ رح ضب أغراضي وروح لعند أهلي. أصلاً هذا البيت مو بيتي، بيتك أنت وأختك. أهدي ماما أهدي، الله يخليكي. سامر أنا. هلأ أنتي ما تركتي لبابا عن قناعة؟ لا، تركته عن حيواني مو عن قناعة. بدك تحكي ولا لا؟ بابا تزوج وصار له شهرين ونص، منيح هيك؟ يعني بعد ما طلقني
بأقل من شهر. لا مصحيح. أنا رايح لعند رفقاتي. اتركوني. خلصنا ترميز. معناها بدنا غيره. يعني فرصة مناسبة مشان احكي معه؟ يعني عدم المؤاخذة، أنا مو شايف إنه الشغلة بدها ظرف مناسب. عمل لك مشوار لعنده واحكي له. بصراحة أنا عايش على أعصابي. أنت اللي عايش على أعصابك ولا أنا؟ خلص ولا يهمك، هاليومين بشوفه إن شاء الله. شو بدي أقول لك، هذا صاحبي تلفن لي قال الخلطة خلصت ويعني بده كمان. وإن شاء الله استفاد عليها. يعني طبعا هو شوف لو ما استفاد عليها ما كان طلب غيرها. شو بدي لك كمان، قال لي انه بركي يعني بيجيب له اياها اطرميز كبير بدل اطرميز صغير طالما عم تنحط بالبراد، يعني ماشي الحال. حاضر، خلاص بكره قبل الظهر بتكون الخلطه الكبيره جاهزه. بس هالمره بدك تاخذ مصاري لانه الخلطه كبيره مو صغيره. مثل ما بدك. يلا خلص اللي بايدك وطلع لنا نلعب لنا دق شطرنج. قلت لك انه عم انتهز يعني فرصة مناسبة مشان احكي معه. انت اللي عايش على اعصابك ولا انا؟ لاني وعدت عمك ما راح اضربك، بس انت لازمك تذبح بدل الضرب. ليش بابا؟ لاني لانك عم تحاولي تكسري كلمتي. قلت لك هذا الموضوع لازم تطويه، ما طويتيه. ما قدرت وما راح اقدر بابا. انت وعدت عمو رأفت انه ما تضربني، بس إذا بدك انسى وعدك إله وذبحني. أعوذ بالله. شو الحكي أنت التانية؟ يعني عمك أواك علي؟ لا بابا لا، كل اللي عمله عمو رأفت إنه قال لي بدك يا قلت له إيه وبس. وليش لا تقلي له إيه وأنت بتعرفي رأيي؟ لأنه إيه بابا وهذا رأيي. عم تحطي راسك براسي؟ لا بابا ما بقدر أعمل هيك، لأنه أنت أبي وواجبي إني أحترمك وطيعك، بس أنا عم أحترق من جوا. انت بدك تحرمني من شامل، وانا اذا ما ارتبطت فيه ما راح اتزوج طول عمري. عم تتحديني؟ لا مبلا، هذا هو الادب وهذا هو الاحترام، هيك علموك بالمدارس وانا هيك ربيتك. يا بابا انت ليش بدك اياني اكذب عليك واضحك على حالي؟ انا بدي اياكي تعقلي، بدي اياكي تعرفي اني بردك جوازه ترفع الراس ما توطيه. زواجي من شامل بيرفع الراس كمان. ها معناها الشغله معانده ويباسه راس. حاضر يا انسه باسمه، وظيفه ما عاد فيه وجواز ما فيه، عدي قدام امك لحتى تعنسي وتموتي، عم تفهمي؟ لا تزعلي امي، ممكن ضلني خلقه زعلان لانك شكيتي لاخوه، وانت بتعرفي قديش بيعزه وبيحترمه. يا امي هذا حقي. اذا كان فعلا حقك رح تاخذيه. اتركيه كم يوم ليهدى وانا بحاول اقنعه. ما رح يقبل، اكيد ما رح يقبل. طولي بالك وبس يرجع بسام انا بخليه حاكي. بسام؟ سامر؟ ايه سامر. ايه تفضل. شو بعد مستغرب في شيء؟ لا ما في شيء، بس زهدي واقع وجرحت رجله. لا مرحبا شباب. اهلين سامر. بخير زهدي؟ ان شاء الله مو غمي. لا مو غمي. لا يا سيدي غمي، غمي هيك كمان. لو انه غمي هيك كان وصل للعظم. ليش بيقول لك الوجع عم يوجعني مو وجع عظم؟ هلا صار الجرح للعظم لك زهدي؟ اني ما شفناه يعني؟ واذا شفتوه بس عم يوجعني.
اخذتوها المستشفى؟ طبعا. وكيفه ايه؟ تفركش بحجر وقع فاتت الحديده برجله. تقول حدا حاطط له اياها قصدا؟ بسيطه ولو زهدي، هذا يمكن لانه الجرح باوله. لك اخي باوله ولا باخره؟ حاس حالي بدي استراحه طويله، يا شهر يا شهرين يا ثلاثه. بابا تزوج وصار له شهرين ونص. بعد ما طلقني بقال من شهر. ماما ماما افتحي الباب الله يخليكي. طيب يا عصام. طيب ماما. لا ما في شيء، عم فكر بهالدنيا. ليش الدنيا تعبتك؟ الدنيا مو تعبتني، الناس اللي تعبيني. ابو نزار انا بدي اسالك سؤال بس ما تعصب علي. معصب؟ والله معك حق، صاير انا مثل المجانين، احيانا بعصب واحيانا بهدى. خلص بوعدك انه ما اعصب، بس لا تحكي هيك واقفه فوق راسي، عادي واسالي اللي بدك اياه. أبو نزار، أنت حكيت مع أخوك أبو بسام مشان شامل وباسمة؟ ليش عم تسألي؟ شامل حكالك شي؟ المسكين حاسس إنه أنت شفت أخوك أبو بسام بس ما وافق يصاهره. يا ستي هالولد ذكي كتير، الله يحميه. شو يعني؟ يعني إحساسه بمحلي، قديش سالم بحبني بحسب لي حساب، مع ذلك وقف بوشي مثل الحيط. شو بدي اعمل؟ بنته مو بنتي. طيب ليش؟ ليش؟ بنته مع ليسانس موظفة وعندها مكتب 10 امتار ب10 امتار وما بدها يجوزها لواحد جرسون. اوعك تقولي له هالحكي. هلا شامل جرسون؟ لك يا رب عارف هو هيك شايفه لانه اعمى قلب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لكن المشكلة انه لما حكاني شامل دقيت له على صدري قلت له خلص عندي بيقوم اخي الصغير بفشلني. ايه انت الحق عليك، ما بيصير تدق على صدرك لحدا من دون ما تكون متاكد. بالله خلصينا هلا، خلصتي الكتاب اللي كنتي عم تقريه؟ لا. ايه روحي خلصيه. شو رايك سامر؟ هلا خلينا نحكي بصراحه شوي. زهدي عن جد قبل 10 ايام ما ممكن يتحرك، يعني انا برايي انك تاخذ مطرحه وتاخذ حصته. قلت لكم رايي هذيك المره. اخي هذيك المره زهدي ما كان في شيء. هلا نحن محتاجينك، مو الرفقه لبعضهم؟ بس مو بهيك شغلات. لك اسمع منا بتكسب. اخي بصراحه انا ناوي السنه اقدم بكالوريا ولازم اخذها حاجتي. بكالوريا؟ لسه بيقول لي بكالوريا؟ قد ايه حتجيب لك راتب هالبكالوريا؟ بخبطه وحده معنا بتجيب راتب 100 شهر. اوكي حبيبي يمكن هي الخطة تجيب لي اجلي. لا تزعل مني، انا هذا بسميه جبن. اخي مزبوط، انا اجبن من اني اسرق. لك يا حبيبي انت ما حتسرق، كل ما هنالك حتمسك هذا الجهاز وتوقف برا. اذا شفت حدا قرب على البيت حسيت بشيء مو طبيعي بتحكي معنا على هذا الجهاز ونحن بنرد عليك، ناخذ حذرنا. صعب شيء. هلا بذمتكم كيف انجرح زادي؟ ما علقتوا مع حدا انتوا عم تسرقوا؟ يعني لو علقنا مع حدا ليش لحتى نخبي عليك؟ ما طول عمرنا بنعلق وبنحكي لك. صدقني مالك حتندم. اخي صدقوني رح كون عبء عليكم. انا بخاف ما بقدر اسرق. عرفتك. بدون زعل. ايه بدون زعل. بابا انا مع انه يتزوجوا. لك شو عم تقول انت؟ يا بابا شامل شاب كتير كويس وآدمي ورجال مهتم بمستقبله، بعدين ماله غير أبوه بيت عنده، والأهم من هذا كله أنه عمي رأفت مهتم فيه ومحتضنه، وطالما اللي رح ياخدها هي باسمة يعني اللي بيحب عمي أكتر منا كلياتنا، فمو بعيد أنه يريحها ويريح جوزها، بكرة بيفتح له مشروع. ها حضرتك ابن أخوه هلا ما فتح لك مشروع، شلون بده يفتح له مشروع؟
يا بابا باسمة غير أنا، وأنت بتعرف هالشي كتير منيح. لك يا بني آدم، أختك خريجة جامعة وموظفة. طيب وإذا بابا؟ يعني بركي ما أجاها واحد خريج جامعة، أنت رح تضمن بكرة يتقدم لها شي دكتور أو مهندس أو رجل أعمال؟ هذا كله بعلم الغيب. شو استاذ؟ شايف لاشتك متغيرة وأفكارك متغيرة كمان. نسيت أنك كنت ضد هالجوازة؟ لا بابا ما نسيت، بس طالما تحت جناح عمي رأفت المفروض أنه الحكم يتغير. ها بعدين بابا، أنت بالذات بتعرف أنه باسمة كتير عنيدة وشخصيتها قوية، يعني إذا ما أخدته ما رح تاخد غيره. كتير بتنبسط بكرة إذا قعدت لك بالبيت من غير جواز. إذا عمك رأفت فتح له مشروع وأمل له مستقبله، وقتا يمكن فكر أعطيها، وغير هيك لا. طيب يا بابا، معقول نقول له لعمه يا أما بتفتح له مشروع يا أما ما بنعطيها؟ وأنا كمان ما بزوج بنتي لواحد ما له مستقبل. بعدين اسمع الكلام يلي قلت لي اياه، اوعك تقوله لأختك. ها عم نبهك يا أخي. شو بدك للشغلة هاي؟ خلاص أنا مرتب المواضيع. يا أبو يزن، مثل ما عم فهمك أخي، ما بدي أجيب شيء أنت ولا أبو بسام ولا حدا يجيب شيء. خلاص أنا متكفل بكل شيء وراح أجيب كل شيء. آه صار. طيب يعني شو يعني هلأ نحن غربة يعني؟ خلاص لف الموضوع بقى. حاجة قلي، حكيته لأخوك سالم واتفقت معه على موعد؟ ايه. يعني انبسط لأنه العيني رح تجتمع كلياتها ونروح على الغوطة سوا؟ لا لا بالله احكي لي، يعني ما قال انه يعني بلاها كذا معلشي انا ما تمكمك؟ والله. طيب طيب. اه صحيح، شو بدي اقول لك يا ابو يزن، بكره لما نوصل على الغوطه بس ذكرني احكي لك موضوع مهم. طيب مع السلامه. لك يا شامل، تعا شامل، يبدو انه مشكلتك راح تنحل بكره. تعا تعا. خير ايه شامل افندي؟ بكره طالعين كلياتنا على الغوطه. مين يعني كلياتنا؟ يعني انا وانت وام يوسف وابو يزن وعائلته وابو بسام وعائلته. طيب وانا شو اخذني معكم؟ لانه الروحه ما بتسوى بدونك. ما فهمت. لا فهمت، مو مشان باسمه، لانك انت بدك تتكفل بالاكل والشوي. ايوه يعني بجوز بسيران تنحل عقدتك وعقده بنت اخي باسمه. طيب مشان عمي ابو بسام؟ لا لا لا، عمك ابو بسام لسه الحرب بيناتنا طويله، لسه ما بديت. صحيح نحن خسرنا معركه بس ما خسرنا الحرب، صح؟ ماما ما صارت القهوة؟ لغيتها. إذا ما شربت قهوة ما بقدر أفطر. لا رح تشرب قهوة ولا رح تفطر، وحتضلك على ريق بطنك. ليش؟ مش الحال، ولازم تسافر على كندا خلال أسبوع بالكتير. عن جد؟ بس السفارة طالبة شوية تحاليل قبل ما تعطيك الفيزا. بتعرف الدول الراقية بتخاف من الأمراض المعدية يلي ممكن ينقلوها الزوار لشعبهم، وهي قائمة بالتحاليل يلي نقلوني إياها. وهي كلها تحاليل شكلية بيطلبوها من كل اللي بدو يسافروا لعندهم. منشان هيك لغيت القهوة والفطور، لأنه التحليل لازم يكون على الريق، ولأنه ما معنا وقت يعني حضرتك لازم تقوم هلأ. والسيدة كمان؟ السيدة أو الإيدز، لأنه هذا صاير مرض العصر وأخطر مرض، وهذا التحليل الوحيد يلي لازم تعمله بمركز مكافحة الإيدز. عادة بيطلبوا الهوية وصورتين ملونين، باقي التحاليل ممكن تعملها بأي مختبر، ولازم تصدقهم وزارة الصحة قبل ما تاخدهم على السفارة. قديش بدهم ياخدوا مني دم؟ ما حياخدوا كتير، على الأقل ممكن نعرف ليش الحرارة عم تطلع بالليل. يعني يوم البس؟ انت شو رأيك؟ Thank you.
يعني كان ضروري يجيبه معنا ويحرجني قدام الناس هلا؟ جايبه معه مشان يقوم بواجبنا مو مشان يقعد معنا. لا ستي، نحن قادرين نقوم بواجبنا ونص، ما بدنا حدا يقوم بواجبنا. هلا انت بتعرف تشوي لحمه؟ بتعرف تعمل سلطه؟ بتعرف تساوي عده التبوله؟ شو هالحكي؟ منشان شو حضرتك انت والنسوان جايين لهون؟ ها يعني نحن اذا صح لنا حدا يخدمنا ويريحنا ما بنقول لا. طب هلا خلينا مبسوطين، لا تتخانقوا من شان الله. ما تاخذوني بشرفه. عم يا ستي، كل واحد حكى للتاني كل شي بصراحة، حتى لا أنا أتفاجأ بالمستقبل ولا هو. بس تعرفي أكتر شي حبيته فيه إنه كتير بحب يكون مستقر ويكون عنده أولاد وبيت. وإمتى رح يجي يطلبك من أهلك؟ قال بس ليخبر أهله ويقنعه. ليش أهله مو موافقين عليكي؟ لك لا مو هيك، بس أهله بدون يجوزوه بنت عمته وهو ما بده إياها، بقى بده فترة ليقنعون فيني، يعني قال لي بالكتير شهرين. وإنتي وافقتي؟ حبيبتي ليش شو الشهر والشهرين؟ السنة عم تمرق بلمح البصر. كيفك نوال؟ أهلين ابن عمي. يا ستي هاي أحلى كلمة ابن عمي بسمعها بحياتي. بتعرفي نوال إنه الوحدة أيام زمان ما كانت تنادي لزوجها غير ابن عمي. شبهنا بسام، شو صار لها؟ شبك عم بمزح. بعدين هاي بنت عمي مو غريبة، بتقلي هلأ لا تمزح، بحمل حالي وبمشي. لا خد راحتك. اسلم لي عيني. كيف الخياطة معك الأيام؟ منيحة. دوق الخيار البلدي. شلو؟ دوق الخيار البلدي. وفاء طلعي طلعي على رأفت وأبو يزن، بتراهني إنه اثنيناتهم عم بيحكوا علي. طول بالك، طول بالك. روق روق.
ابو يزار؟ بتصدق اني عرفان انه كان عم يحكي معك بنفس الموضوع؟ ليش غلط يحكي لي؟ انا مو اخوكم كمان. اخي على راسي وعيني، بس هذا الموضوع بالنسبة لي منتهي وفهمته هالحكي. وانا ما اقتنعت. يا اخي لانه انت ما بدك تقتنع. لا، لانه انت راسك يابس. الله يسامحك، بتمون، بتمون اخي. اخي ابو بسام، اخوك رأفت فهمني على كل شيء. يعني يشهد الله انه رأيي بشامل مثل رأي اخوك رأفت. واذا هلا بيطلب ايد بنتي نوال لاعطيها. هالايام صعبه يا ابو بسام. من اذا التقى شب منيح بيكون الله عم يكرمنا. هلا ممكن تفهموني انتوا الاثنين، ليش متحمسين له هالقد؟ ليش؟ لانه الرجال منيح، ولانه نحن راقدين ورا سعاده بنتك، مشان يوم من الايام ما تدعي عليك انك قطعت بنصيبها. لك يا سالم، بنتك حبابه وعاقله وفهيمه، خليها تاخذ قرارها من راسها، حاجه تتمقطع فيها وتفرض رايك عليها يا اخي. لك اخي ليش مستعجلين؟ طولوا بالكم على البنت، بركي اجاها نصيب احسن من هذا اللي عنا. اعوذ بالله من هالعقل اللي الك. والله اخي مو ذنبي اذا عقلك ما عم يطبع على عقلي. اخي ابو بسام، شو رايك تقعد انت وبنتك وتتفاهم على رواق؟ يعني بدون تعصيب. بنتك مالها صغيره وبتعرف مصلحتها منيح. اخي هي الرجال قدامك، قوم عود انت وياه، احكي معه، تناقش، فحصه، شوفه، اذا كان ما عجبك تعال عندي قل لي اخي ما عجبني، قل لي يا رأفت لا انت اخي ولا بدي اعرفك منيح. لك اخي شوف فحصه ما فحصه، شو دكتور انا؟ لك انت رح يجنني ها؟ لك انت مسكر اذانك ما بتسمع غير صوت حالك انت؟ لك روح عندها ها؟ عجبك هالحكي؟ الظاهر ما قدروا يقنعوه لبابا. لا، طلعت شوي عن جارتنا. شو جايب معك؟ جايب معي كاشف أرقام صغير، بس ما بدي أمك تدرى. ليش؟ مشان إذا أجاها لأمك شي تليفون مزعج جيب لها الرقم ولا تفضلي، ما بتكون مفاجأة حلوة. وين بدك تركبه؟ على تليفوني، وبخبي الجهاز ما بخليها تشوفه. لعند أنو جارة طلعت؟ أهلين مسامر. الحمد لله على السلامة. في ناس بالمحل. يا أبو بسام والله ما لي عرفان شو بدي أقول لك. أخي البنت بنتك وأنت أضرب مصلحتك. لك يسلم هالتم، يسلم هالتم أخي أبو يزن، هذا الكلام المفيد. بابا أنا برأيي بسام أنت ولا كلمة. ليش هي مو أختي يعني؟ لك أبي طلع خلقيها، حاجة بقى بكفي. بسام خلص اتركه لأبو، اتركه. يلا خلص. ايه عمي ابو يزن، اذا طلبت ايد بنتك نوال تعطيني؟ شو؟ عيد عيد؟ يا بابا اذا بتريد، عم بحكي مع عمي لو سمحت. ايه عمي، بدك تتجوز؟ عفوا ما بيحق لي، بس على حد علمي انه الزواج مو براسك بنور، ورجعت لعقلي. غلط؟ بدون ما تخبرني؟ وهي عم خبرك بابا. شو قلت عمو؟ بصراحة أنا تفاجأت أكثر من أبوك. عمو نوال حدا حكي فيه؟ قصدي عاطين كلمة لحدا؟ لا، أنت ابن عمها وأحق واحد فيها، بس بشرط أهلك يوافقوا والبنت توافق. عمو أهلي أكيد موافقين، وبالنسبة لنوال اسألها. لك شو وصلك أنت وقتها؟ بدكم تحطوني تحت الأمر الواقع يعني؟ عفوا منك أخي أبو زلمة، ما تأخذني أرجو ما تفهمني غلط، بس يعني مو معقول يطلبها منك وأنا ما عندي خبر. يا بابا أنا طلبتها بحضورك، يعني كأنه أنت اللي طلبتها من عمي. عمو بسام، أنت حكيت مع نوال بهالموضوع؟ أعوذ بالله عمو، يعني أنا ما فتحت تمي معها بحرف، بس من فترة انتبهت إنه كبرت وحسيت إني ما بعرف عمو. المهم هي ما بتعرف ولا حدا إلا، وهي أول مرة بفتح هذا الموضوع. تفضل. عفوا، فوت بابا فوت. ابني نوال يلي أصغر من منير مباشرة، شريكنا السيد عبد الحميد شرف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كمان شريكنا السيد نور الأكرم. أهلا وسهلا. طمني، عملت كل التحاليل؟ كلها يا تا، والساعة 5 المساء بدي أجيب النتيجة.
معناتها بتقعد معنا، لأنه السيد عبد الحميد هو اللي بده يشرح لك طبيعة مهمتك بكندا. طيب بس لو بتعطوني 5 دقائق لحط الأمي بتمي، حاكم يساعدني على لحم بطني من الصباح. طبعا إذا جوعان ما رح تستوعب شيء. عن إذنكم. ليش هيك عم تعمل فيه؟ شو ما كنت عم تخضري؟ ايه وانا عند الجيران تذكرت انه بدي شوية خضرة، قلت لحالي بنزل بجيبهم احسن ما اعزل لينا وابعتها. بس انا سألتك قبل ما اطلع من البيت اذا كان لازمك شيء من السوق. سألتني وما كان لازمني، بعدين تذكرت انه بدي شوية اغراض. وين المشكلة؟ المشكلة انه انت عندك اولاد ولازم تقعدي ترتاحي بالبيت مشان العالم ما تحكي علينا. ما حدا بيسترجي. بعدين انا مل قلبي من الحبسة، بدي اتنفس. بتغار علي ابنك سامر؟ وليش حتى ما غار؟ ما شاء الله عنك مبينة اختها لينا. لك الله يخلي لي اياك الهي. جد حلياني ماما، ما هيك سامر؟ وراح ضل احلى لحتى طقق العدوين. قصدك بابا. وشو دخل ابوك؟ أبوك راح بحال سبيله، ولا فكرك يعني لأنه تجوز؟ يعني كنتي متضايقة كثير ولا شايفك ما شاء الله مروقة خير؟ ولا حتفرق معي. شو يعني إذا تجوز وحدة أصغر مني؟ ولا شو يعني إذا حب يثبت لي إنه هو رجال وبيقدر يتجوز؟ ما كل الرجال هيك. بعدين طالما أخذ حريته بحق له يعمل اللي بده إياه. وأنتي كمان أخذتي حريتك. بس أنا غير أبوك. أنا لساتني أم، بس هو بطل يكون أب. وأنتي أحلى أم بالدنيا. ولك إن شاء الله بتقبروني أنتوا الاثنين ما أحلاكم. يلا لينا قومي معي، قدامي أنتي على المطبخ على بين ما أغير أوعية. يلا. خبز من عندك وفاء. بابا عطيك تقابل أختار. بابا هاي الصحن قدامة، خلص تاكل لحالك. تفضل عمو. ايش دمو يا عمو؟ ايش هيك على دورك؟ تفضل. يلا يا جماعة بكر. هي بدنا دورك. تسلموا ايديك. تسلموا ايديك عمو. تفضلوا. تفضلي. هدول شاويهم شامل خصوصي. تسلموا ايديك وايديك خير. عطوا المعنى طيب. لا معلش انا ما بقدر اكل انا وشامل حتى اخلص شوي. تفضلوا انتوا تفضلوا. بس يعني انت هيك يا اخي. يا اخي انسوني، خلص انتم ضيوفنا. يلا استموا ايديكم. عطوا بابا. عطوا بابا. عطوا ايديكم. لا 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 انا ما بعرف. ان شاء الله تسلموا ايديكم. يلا يا جماعه يلا يا جماعه. اجى الفصل الفصل الفصل. يا عيني. حبيبي مين عم تعمل يلا نهى؟ مين 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 مين؟ ايش قد يا حبيبي؟ هذه انت يا ريت تاكلي هذول خصوصي لك. وعد ماما انه السنه انجح بعلامات منيحه ورح بلش دراسه من اول يوم ان شاء الله يا رب. وانت سامج خلاص انت البكالوريا من راسها. ماما حبيبي اذا انت حاول تدور لك على شيء صنعة تعيش منه. أنا كمان عندي نفس إحساس لينا. هاي السنة رح تكون غير شكل. أنا رح بلش أدرس وحط عقلي براسي. يا ريت. ألو. غلطان يا أخي. غلطان؟ معناتها أولادها أكيد جنبها. بس شو معناته إنه تمرق لعندي على المحل وتطلع فيه وما تشتري شيء وتمشي؟ أكيد براسها في شيء. بس يا ترى شو هو؟ شو هو؟ شو شبعت؟ لا بس تذكرت إنه بدي أحكي تليفون كتير ضروري مع عماد. Thank you.
هذا الرقم من منطقتنا. رقم مين بده يكون؟ شو قلت؟ شو قلت يعني؟ عم قلك طلبت نوال من أبوها، عيب ولا حرام؟ لا. شو هاي لا؟ لك ليش هيك عملت؟ بدي إياها. من دون ما تسألها؟ باسي ما أنا احتراماً لعمك ما سألتها، هو رح بيسألها. شو بكر تعبتي؟ طيب كنت تسألني إلي، ما أنت بتعرف إنه علاقتي منيحة معها، كنت بسألك إياها إذا بتوافق ولا لا؟ يا لطيف، وليش حتى ما توافق بقى؟ شو ناقصني؟ إيد ولا رجل؟ لك بسام شبك، كأنك معايش بهالعصر، أنت بتعرف إنه البنت بتحب تنسأل قبل ما ينسأل حدا غيرها. أيوة، معناتها بتكون حببت لها شي واحد. ليك وعقله لوين وداه؟ لكن شو معنى كلامك؟ آه؟ لك أنت ابن عمها مالك غريب، كان فيك بسهولة تسألها إلها. ولا شو حتى أسألها؟ باسم أنا هيك بشيت حسب الأصول، أختي حسب العادات والتقاليد. بلا شو؟ ومن أمتى؟ من هلأ. أنت دريتي بعدين أني أنا عم حاول أقنع أبوكي مشان يوافق على شامل؟ دريت. ومالك ممنونة؟ هذا واجبك، لأنك بتعرف أنه شامل منيح. وهلأ دورك باسمة، بدي إياك تدسيلي نبض نوال وتعتذري لي منها لأني طلبتها من أبوها قبل ما أحكي معها. حبيبي أنا ما دخلني، ليك قاعدة مع أما، روح اسألها. طيب بسيطة باسمة خانم، يا لطيف شو قليلة خير. ولي على هالعلقة، شو دخلني أنا يعلقني معهم؟ مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل. آسفة رقمك مو عندي، تلاقي عند مدير المركز بالطابق الثاني، ما جاي الدرج. طيب شكرا. أهلا وسهلا. تفضل. مرحبا دكتور. يا أهلا وسهلا، تفضل. عفواً دكتور، الموظفة قالت لي إنه نتيجة التحليل عندك. لو سمحت. الظاهر بدنا نعذبك شوي معنا. خير دكتور؟ لا خير إن شاء الله، بس بدنا نسحب لك دم مرة تانية. وليش بقى؟ الخطأ من عنا ونحن آسفين. إيه بس أنا ما عندي وقت ومضطر سافر. خلص بتسافر، مر لعنا بكرة الصبح نعطيك النتيجة وتكرم عيونك. منكرر اعتذارنا مرة تانية. شكرا دكتور، مع السلامة. ألو دكتور محمد، تفضل لعندي لو سمحت. بابا نادية، خدي اختك نوها وفوت لجوا لشوف. يلا بابا يلا. فوتي على اوضتك انت واختك، مو مثل عادتك تتخبي بقفل الباب. بابا انا كثير مستغرب، ليش عم ترفضي ابن عمك بهالاسرار؟ لاني بعمري ما فكرت فيه زوج او خطيب، طول عمره بالنسبه الي اخ. يا بابا هذا الكلام بصدقه لو كنا عايشين احنا وبسام ببيت واحد، بس كل عمرنا ما بنحس بسام الا مثل غريب، يعني ما بنشوفه الا كل حين وين. بقى منين لوين حاسستي مثل اخوكي؟ مجرد انه ابن عمي يعني مثل اخي. إيه ما كان ابن عم تجوز بنت عمه. يا بابا احكي كلام ينسمع. صدقني. شوفي نوال، اذا كنتي ما بترتاحي له، ما بتهضمي، دمه تقيل على قلبك، هذا الكلام ممكن اتفهمه. والله يا ابو يزن بسام قوي، وبنتك درويشه، إيه لا تم ياكل ما لا تم يحكي، يعني ما رح تقدر عليه. شلون ما رح تقدر عليه؟ شو هو رح يضربها؟
ما بعرف، بس أنا بسام بخاف منه. إذا أنت الرجال بتخاف منه؟ هلا هذا موضوع وهذاك موضوع. بعدين ما لاحظت إنه بسام بتغير؟ هذا بسام اللي بتعرفوه. بابا أنا بالنسبة لي ما تغير فيه شيء، ومثل ما قالت ماما بخاف منه حتى ما بأمن له. فعلا يا أبو يزن، بسام بده وحدة قوية مثل حكايته، إلا إذا بدك أنا نخسر البنت. شايفك رافضتي أكثر من بنتك. إيه لأني بخاف عليها وعلى مستقبلها. ليش أنت ما بتخاف عليها أكثر مني؟ أنا بخاف عليكم كلياتكم، بس الشغلة بدها شوية تروي. لما بيكون لازم نخاف بنخاف، بس أنا شايف. بابا الله يوفقك، والله ما عم فكر بالزواج هلا. بابا هلا لا تتخذي أي قرار، فكري على أقل من مهلك. بابا لا نحن مستعجلين ولا هو مستعجل، كل شيء بيصير بالخناء إلا الزواج، ما بيصير إلا بالاتفاق. اسألي أمك. على كندا فرد مرة؟ شايف أنت؟ والله نيالك يا عم. تعرف أبو النور بس لو معي شوية مصاري زيادة، أخ بس والله كنت سافرت معك. يا سيدي ما بدك ياها، لأنه راح يهلكوك قبل ما يعطوك الفيزا. تعرف كم مرة سحبوا مني دم؟ أوف، سحبوا منك دم؟ طبعاً. ليش؟ شو دخل الدم بالسفر؟ اللي بدي يعمل إقامة بكندا لازم يكون خالي من بعض الأمراض المعدية، لذلك بيطلبوا منك كذا تحليل دم قبل ما يعطوك الفيزا. أمراض؟ مثل شو؟ الإيدز مثلاً. ولي كش برا وبعيد. لا والألعى من هيك إنه كل المخابر بتاخد منك دم وبتحلل بدون ما تسألك ليش، إلا مركز مكافحة الإيدز بياخد منك صورتين ملونين ومعلومات عن هويتك وعنوان سكنك و... أوف 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 أوف. لا ولحتى تكمل معي صار في خربطة بالتحليل، وبكرة مضطر أعيد التحليل مرة تانية. تعرف نوار، أنا لما بسمع بالإيدز بكش بدني. معك حق. مساء الخير. يا أهلا وسهلا عمو. مساء النور. كيفك يا ابني؟ والله الحمد لله ماشي الحال. عمو بتتذكر حديثنا آخر مرة؟ أنا اليوم طلبت بنت عمي نوال رسمي من أبوها. يعني ما قلت لي؟ عملت زينة العقل، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. بدك تتزوج يا بسام؟ شر لابد منه. بس يعني أنت مستعد للزواج؟ مو هلا عمو، مو هلا. هلا عم فكر إني أخطب وأكتب كتابي وبعدين إن شاء الله بتزوج. قال لك نوار إنه مسافر على كندا؟ إيه طبعا، وقلت له نيالك. رح تستوحش له؟ ولو يا عمو الله يسامحك. يعني مين ما بيستوحش لنوار؟ بس أنا مبسوط لأنه رح يفارقك فترة. يعني بإذن الله، إمتى مسافر أبو النور؟ أنا مبدئياً حجزت لك بطيارة يوم الخميس. يعني بعد ست أيام؟ بابا، في عندي ضيف بالمكتب بدي أعرفك عليه. طيب معناته أنا بتسمحوا لي صار لازم أمشي؟ لا لا مو هلأ، الرجال قاعد عنا سهران، كملوا حديثكم. تعرف لك أبو النور، والله حاسس حالي رح ضيع بدونك. وليش تضيع؟ هي عندك عمك رأفت وبنت عمك، التهي فيهم. ولك ما اختلفنا عمي وبنت عمي، بس يعني ما بدنا نسهر لنا شي سهرة قبل ما تسافر. صعب. وليش؟ بابا مصر اطلع من عنده للطيارة دغري، ما بدي زعله. اها ايوة. لك ما هو بسام اخي الصغير، مو انا اللي مربي. أنا هلأ حتى اكتشفت أنه أنا ما بعرفه. معلش يا أبو نزار، الرجال خايف على مستقبل بنته، حقه. لك حاجة بقى يا بلا حقه بلا بقه، إيش وأنا عم باخد بنته بزتها بالشارع؟ إيه ما رح يلاقي أحسن منه. عمو أبو نزار ما بتعرف. أنت سكوت، لك أنت شو؟ لك ما بنشد الظهر فيك، أعدي لا من تمك ولا من كمك، شو وسطك؟ لك عمل لك حركة، فتل لك فتلة، أحكي لك كلمة. لك خليه يتعرف عليك يشوف انت مين، شو بتساوي. ايه هو شامل خجول. ها خجول؟ ولك ابني الخجل بهذا الموقف ضعف، ولا بدك اياها تجي على بارد المستريح؟ يعني عمو انا بوضعي ما فيني اعمل اكثر من هيك. شرفي لك حتى بسام اللي انا كنت خايف اني اوقف سنجق عرض وقف معك. ابو يزن ام البنت، لك الا هو كأنه في عفريت دخل على عقله وعصي جوا وسكت. بدك إحساسي يا أبو نزار، هالجوازة رح تتم بإذن الله. بعد إيش؟ بعد ما هو بسام يطلع لي روحي. سلامة قلبك، شو هالحكي ها؟ خلاص عمو اتركه على راحته، ما أنا مستعجلين. نعم؟ مالك مستعجل؟ اسمعي بقى. أنا مو مستعجل، بعد إيش؟ بعد ما هلكني. حجة مشان يقولوا الصور، نحن يقولوا اللي كان جاي للعلاج.
تردي ماما؟ ايه سامر؟ الله اكبر عليه يقول بس عم بحس ان في شيء اهم كل هالحكي رح لك يا هلا لك. نفس الرقم كيف هذيك المره بتقول غلطان يا اخي؟